عدنا. اي 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 السلام عليكم ومرحبا بكم في ماتش جديد كالعاده. واخا الصراحه ما بقاتش عاده وليت كنلعب قل من المنتخب الاولمبي اللي كيلعب مره كل 4 سنين. سلام كوكو صافا. المهم نخليكم مع التسخينات. انا كنا غنضربوا الكره في خطره داكشي ديال كابتن ماجد الضربه المزدوجه، ولكن تذكرت انه في الواقع واحد غادي يسبق الكره والاخر غيحيد لي رجليه. لا ما بلاش كابتن ماجد واحد يدخل فيها. اوف لا تبارك الله الدري عنده قوشيه نقيه ومازال غتشوفوها في الماتش ما قوصنا عليه. وقال مشيت للبحر بزاف ولفت لعب الفولي. مشكله مع هاد السي هاي كيو. هذا الدري عاوتاني غيعطيها بهذيك القوشيه فين يبان شي مال. ما كان توقع السقوط تم بنجاح. ولا فهمتي هاد النوطه هادي بالرجوله خليها في كومونتير باش نعرف واش نبقى نستعمل بحال هاد اللاعب في الكلمات. هوي 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 جو جو كيسخن صافي. تبارك الله عليكم ما عندي ما يتسالكم. ورا ما تعزلوا الدراري واخا بانت ليا القضيه حامضه حاولت نشجعهم ونبقى بوزيتيف كيف ما ديما. غنخسروا براه فين يا صاحبي؟ لا سطرك لا شويه راه واحد الاقرا من اللي ما تكتب تحصل معنا وقيت لا. ويلي هو عندك انا لا تقولوا ما كنفكرش فيكم باش تشوفوا الزروغيه ديالي 4K. اخيرا البطل اللي كنتسناوه جا دابا الماتش يقدر يبدا. وبدات المباراه الان. بسم الله بدينا وعلى النبي صلينا وكنتمناو بهذه التعزيله ما يحقروش علينا. لا ما كيضحكوش ولكن خص الجواب يكون سريع. فين غادي؟ غادي في الخسران حمادي. لا باي هاف ا بيوتيفول تايم. باس نولوك هي اللي دارت الدري قبيله ولكن باش تحبس كوره نولوك ذاتس نيكست ليفل. نايس صافي الكره مابقاتش كطول عندنا الخسارات ومساله وقت فقط خصنا نوجدوا الخطه البديله اللي ما عندناش اصلا. ها اللي قلنا المهم نحبسوا شويه ونفكروا في شي حل اللي غادي يسهل علينا القضيه. ونبداو بالحل الاول اللي سميتو اغفل ليا البشريه. ما صدقش ندوزو الخطه جوج واخا انت قول تغطو خروج. نايس نوب ما صدقاتش هانيه باقيش لا خطط. فاطمه الكوينينا كاع ما حشمتي بينا. الخطه ثلاثه نسى بوطوك وجري البوطوهم. اوف هذاك الخطة أربعة بي بي. راوند 1 راوند 2 راوند 3 فاينل راوند كي او. اضربها اضربها.
ليه غير ليه الله يسر الله. ملامح الاستسلام واضحه في الفريق ديالنا الحمد لله، ولكن بقى لي خطه واحده هي اللي غادي تقلب الموازين. نوب اشو دراري و دراري ضفك تير 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 لا متخافوش مشي هادي الخطة. ديالنا 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 هادي ديالنا. واش انا الراس اللي جاتني كفرة ديالنا؟ لا بركة فارق الاهداف نزيدو حتى التحكيم. راهو يضربك هو اللي ضربك. راس راس دراري راه ما جو جو خمسة لعب معاهم وخرج عليهم. خويا مواد عرفتي اللي خسرنا دابا يعني انا السبب. ايوا المهم علمتهم لا تقولوا فيا المساوس. دخل ما فهمتش الفرقة اللي كنجي ليها كتعوج باقي ما درت ليهم والو عادي تما بالزروقية ديالي. حتى لا ما تقولش ليا الدري هذا فايت شايفو فشي قنت. حتى شو كيفاش كيدوروا كرة مني ما بقيتش لاعب معاهم. كنظن هاد البطل اللي تبادلت معاه هو دينامو الفريق. واخا جانيت اني بضمير حيت بقيت كنتفرج في هذا البيت، ولكن غادي نصبر وماليش نتخلى على المهمه ديالي. ايوا نحبسوا شويه if you know what I mean. نخلي ريزا متى يدخل ناه ما خصناش نعيقو. نوب نايس نباسي ليه ولا ماركا بيت. ايوا يلا وفقوا معنا الدراري واش بغيتوني الماركا على راسي. ابا خالي لا خرجتش بعدا بلاتي لا حيد لي رجلي. لا لا
كفرة ضربني في رجلي. مال يا Nope. Oh, fuck is that? يدي بعيد اخو. نباصي سهلة لا نختار على المشاكل. المهم كنبغي نبشركم انه تمارك هذا البيت وطفات لي الكاميرا بلا منعيق وبقاو كي ماركي وتبقى لهم بيت واحد على التعادل. وطف دوزاتني اخويا. هنا بداو كيعيقوا بيا ولكن حتى فوات الاوان شويه. صافي دابا مزيان نقدروا نبداو الماتش. سولني واش بصح لعب معاهم باش غادي نجاوبوا اه معاكم الله معاكم وقيلا وقيلا. خلي